أزمة التضخم في الولايات المتحدة في تصاعد رغم السياسة النقدية المتشددة للبنك الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي رفعها 5 مرات هذا العام، مع مواصلة التضخم ارتفاعه على أساس سنوي إلى 8.2% وفق البيانات الأمريكية التي أعلنت اليوم، وجاءت صادمة للأسواق المالية إذا ارتفع الدولار وتراجع الذهب والأسهم. هذه الأزمة دفعت المراقبين إلى طرح سؤال: هل ستعود سياسة بول وولكر الذي عرف بالثمانينات بقاهر التضخم؟